اقتباس قتل كيلو من الجزائر. لكل من اختار هذا الأثير نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صبحكم الله بكل معاني الخير والعافية. نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. نسألك خيره وفتحه ونصره وبركته وهداه. ومع نسمات الصباح لهذا اليوم وفي نسمات الصباح أيضا لهذا اليوم نقول لكم صباح الجميع نسائم هادئة منبعثة من ريح الجنة تهب على أنفاسكم فتطهرها إن شاء الله.